أهلا بكم. تقدمت إمرأة في العقد الثاني من العمر إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببحيرة الطيور ولاية الطرف للتبليغ عن اختفاء زوجها ليتم العثور عليه جثة مقطعة لأجزاء بالوادي التابع للإقليم. في نفس اليوم تلقت الفرقة بلاغ ثاني يفيد باختفاء شاب آخر يسكن بنفس الحي الذي يقيم به الضحية الأول، فتم فتح تحقيق للبحث عن الجاني الذي تسبب في إزهاق روح الأول واختفاء الثاني. السابع فيفري من سنة 2015، تقدمت امرأة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببحيرة الطيور ولاية الطارف للتبليغ عن اختفاء زوجها. خلال شهر فيفري من سنة 2015 تقدمت مواطنة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببحيرة الطيور للتبليغ عن اختفاء زوجها في ظروف غامضة. للعلم المعني مسبوق قضائيا غير متعود على مغادرة المنزل العائلي. تفضلي الأخت، واش عندك؟ جد نبلغ اختفاء الجوز تاعي. الزوج تاعك وين تسكنوا الأخت؟ حي 50 مسك. وقتاش اختفى الزوج تاعك؟ امبارح في الليل ما بان عليه حتى خبر، مال في جي روطار في الليل ما بان عليه حتى خبر. ما حاولتيش تتصلي به؟ اتصلت به، التليفون تاعو مقفول. ومقبل موال في غيب، موال في اختفي، موال في يجي روطار في الليل بس حجام يقعد الوقت هذا. واش يخدم الزوج تاعك؟ باركينغر. باركينغر واش من بلاصه؟ في نفس الحي. نفس الحي تاعنا. بعد استقبال المبلغه من قبل قائد الفرقه أكدت أن زوجها المختفي لم يعد إلى البيت منذ ليلة أمس، مضيفة أنه غير متعود على المبيت في الخارج. سقسيتي مع أصحابه ومع الأهل تاعو والبروش تاعو؟ سقسيت، ما بان عليه حتى خبر. ما بان حتى خبر؟ حتى خبر. ما عندكش معلومات؟ ما كاين حتى معلومات. أوكي، درك نفتحوا تحقيق في القضية، نعلموا السيد وكيل الجمهورية ونديروا بحث في فئة العائلات. احنا رانا نتحروا، انت كاش ما عندك معطيات راكي تخبرينا بها، احنا كاش معلومه جديده بخصوص الزوج تاعك رانا نوافيك بها في الحين، عيطوا لك انا ونخبرك عليها. الشاب المختفي يدعى بلال، يبلغ من العمر 35 سنه، عامل يومي ويسكن باحد الاحياء الشعبيه بولايه الطارف، متزوج واب لطفلين. في نفس اليوم باشر أفراد الفرقة عملية البحث على الشاب المختفي، إلى أن تلقت الفرقة مكالمة هاتفية من قاعة العمليات تفيد بعثور أحد المواطنين على أشلاء جثة داخل أكياس بلاستيكية مرمية بجانب الوادي التابع لإقليم البلدية. بعد اختفائه لمدة يومين تلقت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببحيرة الطيور اتصال هاتفي من مركز العمليات مفاده عثور مواطن على أجزاء من جثة مرمية بجانب واد عبر إقليم البلدية. على الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالطارف مع إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين تم التنقل إلى عين المكان. بعد معاينة الأجزاء المرمية بجانب الواد تم الاستعانة بأفراد الشرطة التقنية تابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، أين تم التنقل إلى عين المكان مرفوقين بعناصر الحماية المدنية وكذا الثنائي السينو تقني. على إثرها تنقل أفراد الفرقة إلى عين المكان للتأكد من المعلومات، حيث تم معاينة الجثة مقطوعة الرأس داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، فتم إحاطة المكان واختار قائد الكتيبة للتنقل إلى مسرح الجريمة. تم معاينة أطراف للجثة مقطوعة الرأس موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون. لحظات قليلة ويصل قائد الكتيبة رفقة خلية الشرطة التقنية وكذا الثنائي السينو تقني. عند معاينة الأشلاء من قبل الشرطة التقنية تبين بأن الجثة من جنس ذكر مجهولة الهوية ومقطوعة الرأس
ومفصولة الأطراف أين صعب التعرف عليها. بعد انتهاء من المعاينات اللازمة تم رفع الأشلاء من طرف أفراد الحماية المدنية وتشكيل دورية من أجل البحث على الرأس أين تم العثور عليه من طرف ثنائي سينو تقني على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من مكان رمي الأجزاء السفلية للجثة. من جهة أخرى قام أفراد الفرقة رفقة ثنائي السينو تقني بتمشيط المكان والبحث عن الرأس المفصولة على بعد أمتار من مسرح الجريمة. تم العثور على الرأس من طرف الثنائي السينو تقني، حيث قامت الشرطة التقنية بمعاينته للتأكد بأنه يعود للأطراف المرفوعة. من خلال المعاينات الأولية تبين أن الجثة تعود لجنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 35 سنة. بعد نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى تم التعرف على الجثة التي تعود للضحية الذي كان محل اختفاء في ظروف غامضة. بعد التعرف عليه من طرف زوجته التي قامت بالتبليغ عن ذلك، على إثرها تم القيام بالتحريات اللازمة وتنشيط عنصر الاستعلام عبر إقليم البلدية لتحديد ظروف اختفاء ووفاة الضحية. عند الانتهاء من المعاينات ورفع جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة تم نقل الجثة من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث. بمقر الفرقة تم استدعاء المرأة المبلغة للتعرف على الجثة التي قد تعود لزوجها المختفي. تعرفت هذه الأخيرة على أشلاء الجثة والتي تعود لزوجها، حيث صدمت من هول المشهد. في اليوم الموالي قائد الكتيبة يعقد اجتماعا مع المحققين لمباشرة التحقيق في الجريمة، حيث تم السماع لأقوال زوجة الضحية التي أدلت بأن الضحية مسبوق قضائيا وله خلافات مع عدة أشخاص، الأمر الذي قد يجعل أحدهم ينتقم منه لتصفية حساباته. بعد مباشرة التحريات وفتح التحقيق في القضية تم توزيع المهام على أفراد الفرقة من أجل القيام بالتحريات والإجراءات اللازمة. وبالتوازي مع التحقيق في هذه القضية تلقت الفرقة الإقليمية بلاغ ثاني عن اختفاء شخص في ظروف غامضة من نفس منطقة اختفاء الشخص الأول. وانت فرد لي منظم؟ حالا راجي تنبلغ لراجلي عنده ترواجوغ ما بانش، هو راح يخدم ثم هو يخدم في الليل، راح يخدم من راح سنيته الصباح، اليوم عنده 3 أيام ما كانش. بعد يومين تلقت الفرقة بلاغا ثاني عن اختفاء شاب من نفس منطقة اختفاء الشخص الأول، حيث تقدمت امرأة إلى قائد الفرقة للتبليغ عن اختفاء زوجها منذ 3 أيام. وين يخدم الراجل كذا؟ الراجل يخدم أرجو سيكوريتي، يخدم في الليل. السن تاعه؟ 35. مول في تغيب مقبل ولا جامي؟ لا جامي، يعني ما تغيب، كان يخدم في الصباح يروح، في الليل هو خدمته كامل في الليل. ما حاولتيش تتصلي معاه بالهاتف؟ ما كانش الهاتف مغلوق، ما قدرش كيف نتحصل. صرحت هذه الأخيرة للمحقق أن زوجها يعمل حارسا ليلي، وبأنه خرج من البيت للعمل كعادته ولم يعد إلى البيت صبيحة اليوم الموالي. آخر مرة غدر فيها المنزل مع من كان؟ وحده، جاء من الخدمة عادي، في الليل هو يخدم غير في الليل. عنده سيارة؟ عنده سيارة يتنقل بها الخدمة. كش مشتي معه وش من جهة بلاصة يخدم تما شتي معه وين يمكن راح؟ أضافت الزوجة أنها قامت بالبحث عن زوجها والاستفسار عن مكانه من أصدقائه وزملائه في العمل، إلا أنها لم تعثر عليه. صح مدام، معليش في المدة تاع 3 أيام هذه من اللي اختفى الزوج تاعك، أنا ما تقدمتيش في اليوم الموالي ولا؟ أنا ما حضرت الخدمة تاعو وقلت بلاكش ما عندهم خدمة، بلاك ما
ما هاك ما حبيش نجي، قلت بالك عادي ما بالك في خدمة. علاش عطيناكش معلومات؟ بالك لحقوا ليه، بالك عطينا الأماكن اللي ترد عليها، يمكن تعاونينا باش نوصلوا ليه وراه. حضرت ما عنده حتى أماكن يجي في الصباح في الليل يروح يخدم، ساعات هكا في قهوة ما عندوش خلفيات ولا عداوة مع ناس جيرانك أقربائك تكون على علم بها؟ ما كانش، ما عندوش. هذا البلاغ جعل المحققين يشكون بأن الشخص المختفي قد يكون ضحية ثانية لنفس الجاني الذي ارتكب الجريمة السابقة، كون الشاب المختفي يسكن بنفس حي الضحية. أوكي، درك نزوك الأقوال تاعك بخصوص بحث في فائدة العائلات، ونديروا الأبحاث تاعنا والتحريات، ونتعاونوا، تي معلومات من عندك وحنا معلومات من عندنا، وبربي إن شاء الله فيها خير. راودت أفراد الفرقة شكوك على وجود تشابه في اختفاء الضحيتين. على الفور تم استدعاء جار الضحية المختفي الثاني الذي أكد أن الضحية التقى به قبل اختفائه بيوم واحد، مخالفا ذلك لتصريح زوجته التي أكدت أن زوجها غادر المنزل العائلي منذ حوالي 3 أيام. مواصلة للتحقيق تم استدعاء جار الشاب المختفي والضحية المقتول. صباح الخير الأخ، أعطيني بطاقة الهوية. تفضل. أنت هو كريم؟ أنا هو كريم. تسكن في حي 50 مسكن بحيرة الطيور؟ نعم. على بالك على وعيتنا لك اليوم كريم؟ لا لا، ما على باليش. علاش نعطيك برك ملخص، عيط لك على أساس أنت أنك صديق تاع زهير. نعم يا صديق. زهير هذا عندنا بلاغ تاع اللي اختفى، عنده 3 أيام اللي اختفى. لا ما على باليش. زهير هو أنا على بالي بالحكم المعرفة تاعنا الإقليم أنك عندك علاقة معاه. وأنه صاحبك والوحيد اللي عندك علاقة مليحة معه بحكم أنه سكن جديد في المنطقة هذه. وش تبالك ظاهرة الاختفاء تاعه هذه؟ هذه نحرث أنا، زهير عنده نهارين نشوف فيه عادي قدامي، تقاوينا مع بعضنا في القهوة. وين تقاويتوا ماما؟ قهوة هذه اللي تقاوين مع بعضنا ونحكي، وعنده الزوجة تاعو جات جديدة سكنة تم، زاد متأقلمتش مليح مع السكان وخايفة، وديما يشكي لي منها روح تبدل الخدمة تاعك في النهار وبطل من الليل وكذا. هو يخدم في الليل هو؟ ها يخدم اجون في الليل، كل مرة يقولوا له دوكم بدلوك في النهار. على جال هذا عنده شوية ممكن شوية مشاكل يحكي لي مع الدار تاعو. واسكو هو موال في غيب هكا على الدار من قبل؟ لا مش موال في غيب. غيبش خلاص. موال في كل ما يجي من الخدمة في الصباح كي ينوض يجي 12 هذيك الواحد يعيط لي، نقعدوا مع بعضنا نسكتيو في القهوة كيف العشوة نتفرجوا بانو هكا ويروح. وكش ما عنده مشكل ولا عنده خلاف مع شخص في الحي ولا مع اين كان الحي؟ والله كان تالي باركينغ هذاك ديما تاع مشاكل، هذاك تعرف ديما يعارك في الناس، شغل تاع دراع تاع دقاري بالسيف من اللي جينا احنا سكننا تم هو تم السيد هذاك. معليش انت راك تاكد الاقوال هذه بلي عندك يومي برك ملي تلاقيتو؟ عندي يومي اخر نهار شفتو وقتها البارح في النهار، حتى سيارته كانت قدامي البارح نشوف فيه. صرح الجار الذي يدعى كريم أنه قد التقى بالشاب المختفي منذ يوم بمقهى الحي قبل ذهابه إلى العمل، عكس ما أدلت به زوجته التي أكدت أنه مختف منذ 3 أيام. واش يا زبيري مليحة؟ والله بها. واش الدنيا؟ واش راك انت واش داير فيها صباح؟ والله هاك تشوف واش داير فينا العمل حقا. والله تعب الامور أيوه. والله تعب، هبتني المراه قلت لي غير القحل كش متولي تخدم في النهار. هي قلت راح يبدلوك ولا مازال؟ ايوا هي وعلى عجل حشك الجرثومه هذاك. واش دار لك وزال دار؟ ايوا كلوشار في الكارطي مسيبينه على خلق ربي كيما قدك نهار كامل بحس وبعريك، والمراه عاد تخاف. المراه يا زبير شوف فك منه، المراه عاد تخاف فك منه. يعني قلت عاركت معاه وما عنديش ياسر قريب ضربته هذيك النهار في الكارطي تم كان هنا. ايوا من فك منه لازم واحد يربيه الانسان. كي تسحق حاجه عيط لي فك منه وزوبي. والله كريم حبي خلاص. حبي يولي لي عقده في راسي. لا 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 والله حبي يولي لي عقده. اخدم خدمتك و والله شوف طريق فيتي طريق الاخر هكا. اه والله عييت منه، انا واحد من الناس عييت منه، لازم نلقى له حل. ما فيهاش لازم نلقى له حل الانسان هذا ياسر علي. المراه كلت لي وجهي عاد خايفه منه من الحس تاعه، ونهار كامل داير قفه تحس انت في الكارطية شبيك وليا وحدها في الدار وانا نخدم في الليل خايفه على روحها من حقها تخاف.
لازم نلقى له حل. يا اخي عندك تليفون تاعي يا خويا؟ كيش ما يكون هاني نعيط لك ولا مال على ربي ولا هاي المدام تعيط لها تكون عندك. المهم انت وسي عين ودن بركه بحداك تما وكي تشوفه بركه شو كش ما تحكي معاه بركه قول له اخويا بقيش الدور في الكارتي وخلاص قول له شو بلاصه اخرى اخويا يبيع فيها الدواء ويبيع فيها الكيف على روحه ولا سالي بوش يدير. مش مشكله يختي راسي ويفوت بارك. مش مشكله عليا. زبير وبلال تعرفهم؟ بلال هو تاع نهار كامل يعارك في الناس تاع باركينغ هذاك معروف. وعلى بالك بلي بلال توفى اللي لقيناه مقتول؟ ايوه. لا لا ما عندكش فكره؟ ما عنديش درك سمعتها من عندك هذه. بلال توفى. بلال تعرض لعمليه قتل ولقيناه مرمي في الغابه وتعرفنا على الجثه تاعو واللغز في اللي رانا حاصلين فيه انه اختفاء شخصين في ان واحد. واحد لقيناه متوفي والشخص هذا زهير عاود اختفى وزوجة تاعو راه تقول عنده 3 ايام وانت قلت لي انه البارح برك شتو. انا زهير كان معايا انا البارح. انا ناكد انه كان معايا. تقهوينا على 12 تاع النهار وثلاثة العشاء وانا شفته مقاري من الدار تاعو بالسياره ومهبط قضيه الشاري قضيتك مهبطها من الدار نورمال. معليش بالكش ما عندك معطيات واحده اخرى تعاود تضيفها لنا كريم؟ اي حاجه تفيد التحقيق. ايه فكرت عندي زوجة قالت لي سمعنا الحس. على قد سمعوا الحس هم؟ جوية ال 11 تاع الليل هكا 10:30. اليوم مش كان في النهار هذا؟ كان الأربعاء. يعني في يوم الجريمة بعد؟ إيه كان الأربعاء. الأربعاء الليلة تاع الأربعاء إيه. ال 11 10:30 حاجة هكذا. سمعت وش تقربيع. وش عطاتك زوجتها وش سمعت؟ تقربيع وبيبان يتقفلوا يتحلوا حاجة تاع ضرب حاجة كيما هكا. قلت لها صافي ديما نقول لها من بالك طوط الفوق الدالا يمشي يقرب نقول لها ارقدي برك. تقول لي لا تقول لي سمعت الحس. كريم نشكرك على الاستجابه تاعك وفي حاله ما اذا كان استحتجنا نستدعي الزوجه تاعك رانا نعيطوا لك. مش مشكله انا في الخدمه. بعد الاستماع لزوجة الشاب المختفي وأقوال الجار كريم تبين وجود تلاعب في تصريحات الزوجة فتم استدعائها للتحقيق معها. فما هو اللغز اختفاء الشاب؟ وهل يمكن أن يكون ضحية جريمة قتل؟ بعد الاستماع لأقوال كريم تم تسجيل تلاعب في تصريحات زوجة الشاب المختفي وهذا لتناقض أقوالها مع تصريحات الجار كريم. على إثرها تم استدعاء الزوجة للتحقيق معها. تفضل. الزوج تاعك شحال عنده ما باش في الدار؟ جيت وخبرت شاف لهنا عنده 3 ايام ما باش في الدار. بصح المعلومات المتوفرة عندنا راهي تقول بلي البارح كان في الدار. لا شاف ما كانش راضي 3 ايام ما باش وانا جيت خبرت لهنا ما كانش. كيفاش جيراني كذبوا؟ ما كانش انا ما كانش 3 ايام ما كانش راجلي. صرحت الزوجة أن زوجها زهير لا يزال مختف وبأنها ليست على دراية بمكان تواجده ولا علاقة لها باختفائه. رانا غادي نفتشوا الدار نديروا إذن من عند وكيل الجمهورية ورانا نجوا نفتشوا الدار. حتى تفتش شاف ما راح تلقى والو. أنا راجل يخدم أجون سيكريتي ويخدم ما عندنا حتى حاجة وجيران كامل تعرفنا ما عندنا والو. بعد استدعاء السيدة إلى مقر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببحيرة طيور للمرة الثانية والتي واصلت الآن إنكار وأكدت أن زوجها اختفى في ظروف غامضة لكن من خلال المحققين تأكد أن السيدة تقوم بالتلاعب وبتغليط أفراد الفرقة من خلال تقديم معلومات عكس المعلومات التي قدمها الشاهد الأول. راكي موقوفة عندنا. علاش شاف حتى توقفني؟ مانيش نكذب راكي مخبيه حاجه. مانيش نكذب اي حاجه قد نهضر لك فيها غير الصح. مانيش نكذب. درك نجيو نفتشوا الدار ورانا نشوفوا واش كاين ويبان كل شيء. ما عندنا والو شاف على حتى توقفني انا ما نقعدش لهنا شاف ما عندي حتى حاجه. تصريحات الزوجه المتناقضه جعلت الشكوك تحوم حولها ليتم توقيفها مع طلب اذن بتفتيش بيتها من السيد وكيل الجمهوريه المختص إقليمياً.
ما انت حتى ايش نكذب عليها رجل عضل الجنر في الصاج. على الفور تم اختار سيد وكيل جمهورية بمستجدات التحقيق، وتم طلب إذن بالتفتيش من أجل البحث على أي أدلة أو إثباتات تؤكد أقوال الشاهد، أين تم التنقل إلى منزل المعنية بالأمر. تم العثور على قميص رياضي ملطخ بالدم، أين تم حجز هذا القميص وعرضه على زوجة الضحية الأول، أين تعرفت عليه وأكدت أنه يعود لزوجها الذي كان يرتديه يوم وقائع ويوم وقوع الجريمة. تم رفع الملابس من قبل أفراد الخلية التقنية للدرك الوطني، كما تم رفع البصمات والآثار التي قد تفيد المحققين في فك لغز هذه الجريمة. مدام رانا فتشنا المنزل تاعكم بالحضور تاعك، ورانا لقينا قميص رياضي تاع الزوج تاعك على حسب الاعتراف تاعكم في المنزل، وراه فيه بقعة حمراء احتمال تكون دم. ماذا بيك تفهمينا على واش حكاية البقعة هذيك؟ ما باليش حضرات، ما نعرف، ما هذيك تاع الزوج تاعي، هذيك القميص اللي لقيته. بالعودة إلى مكتب التحقيق، تم مواجهة المشتبه فيها بالأدلة المرفوعة من منزلها، أين أنكرت علاقتها بالاختفاء الغامض لزوجها. تصريحات الشهود راهي تقول لك الجارة تاعك راهي سمت ضجيج في الليلة تاع اختفاء الضحية. زيد بزيادة راكي عندك الزوج تاعك على حسب الاقوال تاع الشهود راهم يقولوا باللي البارح شفناه، وانت راكي تقولي عندي 3 ايام ولا 4 ايام ما كانش. زيد اون بليس القميص تاع الضحيه واش تفسري الوجود تاعو داخل المنزل تاعك اللي عطرنا عليه هذا التفتيش وفيه بقع من الدم. هذاك القميص قلت لك تاع راجلي شاب، هذاك تاع راجلي القميص تاع راجلك، واش تفسري لي البقع تاع الدم هذه؟ اسكو صراع عراك بيناتكم؟ اسكو صراع بينه وبين الضحيه؟ هكذا راكي توصليني نقول باللي يا انت قتلتي الزوج تاعك. لا شاف، ما قتلتش، مانيش قاعد فسري لي الاحتمالات هذو، فسريهم لي. ما قتلت حتى واحد، ما راجلي حي. عندنا زوج اشخاص راهم في حاله اختفاء، راه الزوج تاعك والضحيه. فسري لي انا، نقول لك باللي القميص هذاك اللي عطرنا عليه راه يرجع للضحيه. هذاك تاع راجلي. اصرت الموقوفه على انكارها الى ان تم مواجهتها بنتائج الخبرة العلمية والتي تؤكد بأن الملابس المرفوعة من منزلها تعود للضحية الأول. مدام دوكا راني تأكدت 100% باللي راكي عندك علاقة بالقضية، راكي ارتكبتي جريمة قتل ضد الزوج تاعك وضد الضاحية. حتى واحد باش نعاونوك، باش نعاونوك، اعترفي يا مدام. حضرت انا مانيش مجرمة، حضرت الله غالب، هو اللي دخل داري وانا كنت وحدي، هو اللي دخل داري وانا كنت وحدي، خفت منه. هكذا اعترفت الزوجة بارتكابها للجريمة دفاعا عن نفسها بعدما قام الضحية بلال باقتحام البيت للسرقة،
ولإبعاد الشبهات قامت بتقطيع الجثة بمشاركة زوجها والتخلص منها عبر رميها بالوادي. هكذا انهارت المشتبه فيها بعد اتهامها بقتل زوجها الذي لا يزال مختفٍ، واعترفت بأنها من قامت بقتل الضحية الأولى بلال. على الفور تم مواجهة السيدة الثانية بالمعلومات المتحصل عليها وكذا القميص المحجوز بمنزلها العائلي أين انهارت على الفور واعترفت بالجريمة المرتكبة. أنا مانيش مجرمة، هو دخل داري وأنا خفت منه وضربته ومات، أنا مانيش مجرمة، ما كنتش راح نقتله. احكي لي بالتفصيل كيف صارت الوقت. صرحت الموقوفة أنها تعيش رفقة زوجها بحي 50 مسكن ببحيرة الطيور، وكانت حياتها عادية خالية من المشاكل، إلى أن باشر زوجها المدعو زهير العمل كحارس ليلي بإحدى المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي لم تتقبله الزوجة. ما نبقاش أنا كل ليلة نحك ما قلبي نرقد رقدة تعدل لي حل، يا تخدم في النهار يا دير حل. حتى أنا ديري لي حل، ما نبقاش كل ليلة تكلي لي في راسي هنا، قلت لك أني هدرت مع المدير كش ما يرجعني في النهار دك نرجع نخدم في النهار. بلال ذاك كل يوم مشاكل، كل يوم غواث والعياط تحت لحنا كل يوم. لا 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 وش بيه بلال عبالك بيه فوايو يدور في الكراطة يدور هاف يا فوايو عبالو بي أنا نبات وحدي، لأن عبالو بكل خدام في الليل نبات وحدي ذوك ليلة من تجيني أنا هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. دير حل. بدأ الخلاف بين الزوجين بسبب إصرار المدعو زبير على العمل في الفترة الليلية لتخوف الزوجة من الاعتداءات والسرقة. ما تقوليش جارك كريم، كريم يرقد هو ومرته، مش رح يقعد يعس علي انا. لو عندك اليمين وتاع مرتك كش ما تخصك حاجه عيطي له. مرته نقعد كل ليله نعيط لها انا مرته، هي راقده وانا نعيط لها نقولها نوض يعس علي. نقسم روحي عزوز. دير حال اخذ في النهار، انت مزوج قول مع مرتي وحدها. البنتي نخدم عند بابا، انا نخدم في النهار. عبيدي مش نخدم عند دوله، انا وحدي ما عنديش حتى صغير يعس معايا. زبير من بيته للذهاب إلى العمل بعد نقاش حاد مع زوجته، فيما توجهت الزوجة للخلود إلى النوم. رجلي هو اللي عيط الواحد، قال له كيف راح نديره له، هو اللي قال له قطعوا وطيشوا، أنا اللي خاطية. بعد انهيار المشتبه فيها التي أكدت بأن الوقائع تعود إلى تاريخ 7 فيفري 2015 حوالي الساعة منتصف الليل، أين كانت ترقد بمفردها بمنزلها على العائلي، أين سمعت ضجيج بالفناء الخارجي للمنزل مما راودها الشكوك، أين قامت في المرة الأولى للتأكد من الأمر لكن لم تجد شيئا، أين عادت إلى مكان نومها إلا أنها ونظرا لخوفها الشديد من الأمر قامت بجلب سكين من مطبخ منزلها، تأكدت من أن هناك شخص ما دخل إلى المنزل. على الفور قامت بالتوجه إلى الغرفة المجاورة أين التقت بشخص غريب عن منزلها العائلي، أين قامت بضرب هذا الشخص على مستوى الظهر بالسكين والذي وقع مغشيا عليه.
شاب بلال باقتحام البيت بهدوء تام. أما صاحبة البيت تفطنت لوجود شخص غريب يسطو على منزلها ويهدد حياتها. توجهت إلى المطبخ، أخذت السكين وبقيت تترقب خطواته. وعند مروره من المطبخ تفاجأ الشاب بطعنة خنجر قاتلة على مستوى الظهر أسقطته قتيلا. ألو ألو زبير، أرواح فرق بعد، أرواح أرواح أنا تحدي لي تحقيق، أرواح احتجتك، أرواح ما هيش هضبة تليفون، أرواح أرواح فرق فرق أرواح. ارتبكت الزوجة من فعلتها فقامت بالاتصال بزوجها للالتحاق بها. يا ربي يا ربي. ونظرا للهلع الذي كانت تعاني منه قامت على الفور بالاتصال بزوجها عن طريق الهاتف النقال، وأكدت له بأن هناك شخص قد قام باقتحام المنزل وأنه دفاعا على نفسها قامت بضربه بالسكين. على الفور تنقل زوجها إلى المنزل العائلي وشاهد الضحية ملقى على الأرض. كي ضربته كي صح نشوف لقيته مات، من لقيت ما راح نعمل عيطها راجلي، قلت له أرواح جاء كي شاب ما قد نحس وكا، قال لي أسكتي ما ديري حتى حس درك ندبر راسي ما دار، ما راح عيط على واحد يخدم تما الباقي تاعنا تما، عيط له قال له درك انا درك ندير الحل كي ما نعرف واش قال له في التليفون قاعد يحكي معاه، قال له قطعوا وبه ما نقدروش ثقيل ما نقدروش نهزوا على الناس، ما راح راجلي دار واش قال هذاك. له دفاعا عن نفسها. مصيبة وعلاك مركون. ألو خليه رمزي يسكتي 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 يا رمزي خويا وراك رمزي خويا طايح في مشكل كبير رمزي كان وحدي خلنا نحكي لك رمزي خويا يجبد روحك و... يسكتي يا رمزي رمزي اسمع تخلي واحد بالدار حب يسرق يا اخي صرا اللي صرا وتقدرت وقتلات وقتلات والمراه دزت له كلش بالموس يا رمزي هو الدم هنا رمزي واش ندير له يا رمزي هي رقبه ميته في الدار يا رمزي زعن نقطعوا يا رمزي تحكي صح نقطعوا يا رمزي رمزي كيفاه نقطعوا يا رمزي ما اعطينيش قلبي يا رمزي وش بيك. قام زبير بالاتصال بحارس موقف السيارات الخاص بالحي حيث سرد له ما وقع داخل بيته وطلب منه المساعدة للخروج من هذه الورطة، حيث اقترح حارس الموقف تقطيع الجثة لإمكانية إخراجها من البيت والتخلص منها عبر رميها بالوادي. لي لما جرمي رمزي رمزي
جيب الصاشيات وارواح رمزي. رمزي خليني فريوها الليلة رمزي لك ما يقعدش الليلة ما تقعد حتى تراس رمزي يا مباسي يا رمزي يا نيرح مباسي يا رمزي جريلي يا رمزي يا خويا ربي عايشك هاني نسنى فيك يا رمزي وش درتي وش درتي وش درتي يعني أنا هو لي بسيط النهار اللي ديتك بسيط أنا رمزي خليها ويقتلني خليها ويقتلني مالا فهم خليك لقيتيني أنا ميت أخير الحل درك قلت لك انا راح ندير حاجه اسكتي لي اسكتي علي اسكتي اسكتي ربي عايشك اسكتي ما تزيدينيش اسكتي جره هاكي جره جره انت يا جره ربي يا رب وش ديال بني قلت لك عيطي لي قلت لك عيطي لي عيطي لجارنا وعلاه كيمك نودي 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 نلقاو له حل هذا نودي واش الحل يا ربي نودي نلقاو له حل واش من حل نودي بركه نلقاو له حل هذا على الفور قام زوجها بالاتصال بصديقه الذي يعمل حارس ليلي بالحي على الفور قام هذا الشخص بتوجيه الزوج إلى عملية تقطيع الضحية من أجل تفادي المصالح الأمنية وإبعاد الشكوك عنه بسيتينا رديتيني نقطع في العباد بسيتينا علاه وصلتينا كيمك وعلاه قطعناها انا وراجلي و... وحطيناه في شاشيات كحوله فبال ورحنا طيشنا في لي طيشناها بصح ما باليش انا من طيش لم يتردد زبير وزوجته في تنفيذ الخطه حيث قام بتقطيع اطراف الجثه مع فصل الرأس عن الأطراف ووضع الأجزاء في أكياس بلاستيكية وتنظيف البيت بشكل محكم بعدها بنقل الأشلاء إلى الوادي والتخلص منها أما الزوج زبير تعمد الاختفاء والهروب من الحي لتفادي الوقوع في الخطأ الذي قد يكشف أمره بعد وضع الأجزاء أجزاء الجثة في أكياس بلاستيكية تم نقلها على متن مركبة خاصة به إلى مكان العثور عليها من أجل عدم لفت الانتباه معليش الزوج تاعك حالياً وين راهو المكان تاعو مش راح نقول لك شاب أنا جيت أنا وبلغت أنا كذبت كذبت أنا درت هذا هكا به على خاطر هذا تاع لي باقيك اللي يخدم فيه قال راجلي قال له الجندارم بدات تشك فيه ولا هو واش دار راه هربوا وأنا جيت هنا خبرت به نحي شكوك من الخوف تاعي لا غالب جيت أنا بلغت براجلي راجلي ماهوش مختفي هذا هو اللي داه ضرقوا ما على حسب ما فهمت أنا نهار بلغتي الزوج تاعك وجا للدار عاود الزوج تاعك اتصل باقرب الاصدقاء اللي أيه. يثق فيه أيه. وقال له كيفاش نتصرفوا في الجثة أيه. هو خطط الامر هذا هذا واش باغي تقولي لي أيه. بون مدام في اطار التحقيق تاعنا في قضيه الحال راكي موقوفه على مستوانا في قضيه القتل العمدي مع تنكيل بالجثة ما نجمش ما تشاف هو اللي كان يقتل لي وانا قد ولا غالب بعد الاستماع لأقوال الموقوفة تم تشكيل دورية والتنقل إلى موقف سيارات الحي حيث تم توقيف الشخص الذي خطط للتخلص من الجثة مقابل مبلغ من المال بو رمزي على بالك على واش جبنك اليوم انا ما عباليش انا الشاف انا دردروا لي النش الجدرميه في الكارتيني نسكن فيه انا ما عباليش الشاف انا شوف رمزي احنا ما جبناكش من الهدم رانا التحقيق مفتوح راك مذكور في التصريحات تاع شهود راك باللي طرف القضيه تاع جريمه القتل اللي راه الضحيه تاعها مدعو بلال انا ما عباليش الشاف انا ما عباليش به انا ما عنديش خبر عليه ما عباليش شوف نواجهك بواحد التصريحات تاع الزوجة تاع الزهير اللي راه صديق المقرب تاعك ماذا بك تعطينا الواقع الحقيقي انا مع بالي بوالو شاف انا مع باليش نعس في الباركينج انا شاف صباح الروح مع بالي بوالو اكد المدعو رمزي
أنه لم يرتكب الجريمة، بل كان وقتها بموقف سيارات يقوم بعمله، إلى أن استقبل اتصالا من جاره زبير لطلب المساعدة. ترك موقوف في قضية الحال بناء على أدلة وتصريحات، مدى بك تعاونا في التحقيق باش نوقفوا المدعو الزهير. انتارك شريك في الجريمة حسب المعلومات اللي عندنا ولا حسب تصريحات الزوجة تاع زهير؟ شوف انا شاف انا خاطيني، انا شاف انا عيط لي زهير، عيط لي زهير في الليل، جا مشوكي من هنا، قال لي غير انت اللي تفكني من هنا. قلت له واش كاين واش كاين؟ قال لي راهي الزوجة تاعي، راهي قلت لك واحد دخل الدار باش يسرق. انا شاف عيط لي قال لي دبر عليا، دبرت عليه. قلت له باش نعطيك طريقه تهني روحك منه. قلت له قصو حطه في الساشيات ورميوه في الغابه. انا دبرت عليه برك انا شاف. اضاف الموقوف انه لم يشارك في عمليه القتل، وان الفاعله قامت بقتل الضحيه دفاعا عن نفسها، وما فعلته حفاظا عن حرمه منزلها، وهو ما جعله يقبل مساعدة الزوجين للإفلات من العدالة. بعد استجوابه بمقر الفرقة حاول الإنكار في بادئ الأمر، وبعد مواجهته بتصريحات زوجة صديقه انهار، وأكد أنه قام بتوجيه الزوج كونه صديقه إلى عملية تقطيع الجثة، وأنه لم يقم بالمشاركة في الأمر إطلاقا. قال لي دبر عليا ونعطيك سوارد ونعاونك ومن هنا. قلت له واش شاف؟ معليش، علاش حتى جاليك المدعو الزهير وطلب منك كيف تخلص من جوتا؟ كونفيونس، أنا دار فيا كونفيونس. أنا شافه وقال لي أنت نعرفك وصاحبي ومن هنا وأنت هو القريب ليا. قال لي دبر عليا ونعطي صاحبي حقه ومن هنا. شحال عطاك المقابل تاعي؟ تاني سوار دا شاف معاه. ما عليناش، الزهير حاليا المكان تواجد تاعو على حسب تصريحات تاع الزوجة تاعو باللي انت هو اللي تكفلت باختيار المكان تاع اختفاء المدعو الزهير. انا شاف قال لي زهير راني من هنا، توسوست من هنا وما لازمش نقعد هنا. قلت له عندي بيت مهجور في الجبل. قلت له كنت ديك نخبيك فيه وقعد فيه ايامات. انا عاونته بركه شاف، ديته خبيته راه في بيت مهجور. شاف بيت مهجور هذا وين جا؟ بيت مهجور في الجبل. شاف تم الكشف عن مكان تواجد الشاب زبير، حيث تنقل افراد الفرقه رفقه عناصر الامن والتدخل لتوقيفه. قام المدعو بلال بتوجيه أفراد الفرقة عن مكان تواجد الشخص المشتبه فيه. أين تم توقيف المعني الذي حاول الفرار واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بهذا المكان المعزول والخالي من السكان يتواجد زبير وهو في حالة نفسية مضطربة.
انت راك موقوف عندنا بتهمه القتل بعد ما كنت هارب، وعندنا الاعترافات تاع الزوجه تاعك والاعترافات تاع الباركينغر، وانت راك مشارك في الجريمه هذه. بوه دركا اعطينا التفاصيل كيما صرات. مرتي عيطت لي على 12 تاع الليل، كنت خدام انا، وقالت لي جري لي بالكلمه هذه، قالت لي جري لي ريسترات كارثه في الدار. يا اخي انا نوضت الطوموبيل ديريكت ديماريت فيتاس، وصلت للدار. مع اللي وصلت للدار كي دخلت مع اللي لحقت الكروار، شفت الدم، شفته هو مطيش في الارض. اخي مع الخلعه وش كاين وش درت يا دا، وكيف حتى وصل لهنا وش صرا منا. يا اخي قالت لي دخل راح يسرق، وهي هزت الموس وما عرفت شو وش دير. يا اخي غدراته مع اللي ضرباته جاء في الارض، وزدي دافعت على روحها وتقدرت له مات. ومعانا مانيش موالف بالدم ومانيش موالف بالحوايج هذي، ما لقيت واش ندير انا. تم خرجت عيطت صاحبي هذا اللي شد عليا مولا الباركينج، بعد قلت له دبر عليا واش ندير. قال لي قطعوه، قال لي ونديوه نطيشوه في بلاصه بعيده. قطعته بيدي، عاونتني عليه مرتي. بعد جاني صاحبي هزيناه في الطوموبيل انا والمراه، معنا صاحبي ديناه طيشناه في الواد. وتخبيت انا باسكو خفت، ما نكذبش عليك، وكان دفاع عن شرف فقط لا اكثر ولا اقل، وما كانش عندي حتى ضغينه يعني كبيره بيني وبينه اني توصلني اني نقتله ولا يعني نوصل مواصل كيما هذه. قام المحقق بمواجهة الموقوف بالأدلة العلمية واعترافات زوجته التي تؤكد علاقته بالجريمة، حيث اعترف مباشرة بالتهم الموجهة إليه، وسرد للمحقق عن حيثيات الجريمة. علاه ما بلغتوش، وعلاه ما وصلتش للدرجة هذه أنك تنكل بالجثة تاع المرحوم؟ الله غالب، ما فهمتش أنا الشيء اللي صرا عمالي عينية، وخفت على داري وخفت على مرتي وخفت على روحي ثاني. قدرت الله غالب ما عندي ما راح ندير، أنا دفعت على روحي ودفعت على الشرف تاعي. الموقوف غير متعود على الأعمال الإجرامية، والاعتداء على حرمة بيته هو الدافع الذي جعله يقوم بتقطيع الجثة خوفا من كشف أمر زوجته، وهو ما صرح به الزوج. صاحبك تاع الباركينغ يقدم لك المساعدة، ادى عليك دراهم؟ خطرة الأولى كي عيط له عطاني الحل بدون مقابل، من بعد قال لي باش نرميه ولازم تعطيني دراهم باش أنا نرميه في نرميه وديك البلاصة آمنة نرميه فيها باش ما يلقاوهش خلاص. بعد سماع أقوال المشتبه فيه، أكد جميع الأقوال التي سبق وأن أكدتها زوجته، وأنه قام بهذا الأمر دفاعاً عن الشرف، وكون هذا الشخص قد قام باقتحام منزله العائلي في غيابه. زهير راك موقوف عندنا، درك نحطوك في الوضع للنظر إلى غاية تقديمك أمام السيد وكيل الجمهورية. بسيط يا ربي بسيط، وش داني ندير هالحاجة هذه؟ وش داني لو كان ديكلاريت من الاول، لو كان ما رانيش هنا. بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه والاجراءات اللازمه في التحقيق، تم تقديم الاطراف امام الجهات القضائيه المختصه. عدم التبليغ عن الجريمه والتخوف من العقاب جعل الشريكين ينكلان بالجثة لتتحول الضحية إلى مجرمة محكوم عليها بالإعدام. الطريقة التي حاولت بها الجانية مراوغة العدالة للإفلات من العقاب لم تنطوي على المحققين، الذين أثبتوا أنها لم تكتفي بقتله بل نكلت بجثته وحاولت إخفائها بمشاركة زوجها، ما جعل القضاء يحكم عليها بالإعدام. إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج جنايات، ترقبونا في عدد قادم. إلى اللقاء.